ايش الفرق؟ واعذروا جهلي في الموضوع يعني، ايش الفرق بين الوكيل وبين الوسيط وبين السمسار؟ وليش احنا نسمع مثلا احيانا نسمع في اوروبا مثلا انه السمسار ما يزعل، عندنا هنا كلمه سمسار جارحه شوي، اشرحوا لنا ايش الفرق بين هالمسميات؟ لما كنتوا وكلاء بعدين الحين صرتوا وسطاء تغير الاسم، وفي حساسيه من كلمه سماسره، وهل في سماسره عندنا اساسا؟ وليش الناس تنزعج من سماسره؟ عبد الرحمن. طب خلنا نفتح ابدا معك الحديث بموضوع السماسره. طبعا السمسار هو الشخص اللي يشتغل بدون ترخيص ولا يعمل تحت مظلة لجنة الاحتراف، معنى أصح يعني هذا الواضح، لأنه ما له حقوق ولا عليه واجبات أو التزامات. فالسمسار يعني ممكن يجي من أي أحد ممكن يمارس هالشغلة بدون أي التزام، ولا تقدر تعاقبه لأنه هو مو تحت مظلة. بس ما يقدر يطالب بفلوس بعدين لو ما حد أعطاه. يشتغل على الثقة، يعمل على الثقة والعلاقات. لكن الوكيل لا، الوكيل طبعا تعرف تغير النظام من قبل الاتحاد الدولي، انهم غيروه الفيفا من وكيل الى وسيط. اول كان الوكيل طبعا ما فيه فارق كبير ما عدا في التعاملات والتعاقدات، بحيث انه الان اصبح الوسيط انه العقد اللي بينه وبين اللاعب على عمليه واحده، عمليه انتقال، عمليه اعاره، وبعدين انتهى. حتى لو كانت مده العقد سنتين، مجرد تنتهي العملية ينتهي العقد، لازم تسوي عقد جديد. من أول لا تقدر تأخذ اللاعب عقد مدة سنتين، يصير معك حكر. أي انتقال خلال السنتين هذه هو يكون معك. وهذا اللي خلاهم يغيرون من كلمة وكيل إلى وسيط. إيه؟ بس باقي المهام واحدة تقريبا، يعني هي ما في تغيير يعني واضح وجوهري إلا هالأمر. أغلب اللاعبين يجهلون هالشيء، كثير من اللاعبين يجهلون إنه أنت عقدك مع الوكيل مع الوسيط الفلاني إذا تمت عملية معنا انتهى، ما عاد يصير لها أي فاعلية. فما ما ما في فرق كبير جدا بين الوكيل والوسيط. طيب إذا تمت العملية الحين وسويت عملية الانتقال، اللاعبين بالعادة يجدد معك ولا خلاص خلصنا منك وشوف وقبل نهاية العقد الجاي يحلها ربك؟ حسب علاقتك مع اللاعب، أنت شو قاعد تقدم للاعب، شو قاعد تخدمه، شو تقدم له أصلا. في أمور كثيرة يعني غير يعني الناس ترى فاهمة إنه شغلتكم فيها ولا شيء، اللهم إنك تجي أنت توقع هالورقة وتأخذ 5% والـ10% حقتك، ولا في أي خدمة تقدمها للاعب. حتى اللاعب عادة يفاوض إدارة نادي، تفاوض مع إدارة نادي وأنت مالك علاقة في الموضوع. لا مو بصحيح. الآن أنا عندي شركة رياضية، تسويق رياضي، عندي فيها قسم تسويق وقسم قانون. قسم القانون هذا هو اللي يصيغ عقد اللاعب، هو اللي يتابع مستحقات اللاعب، هو اللي يتابع القضايا اللي ضد اللاعب سواء كانت قضايا مالية أو إدارية، جاء إيقاف، جاء شيء، القسم القانوني هو اللي يتابع. إيش يلجأ لك فيه اللاعب؟ إيش يطلب منك يعني؟ مثلا أنا الحين لاعب عندك وعندي مشكلة قانونية أو إيقاف أو منشطات، حسب مشكلته هو وإيش المشكلة اللي هو طايح فيها، الإدارة القانونية تتولى الدفاع. ويلجؤون اللعيبة لك؟ إيه؟ ولا يلجأ للإدارة القانونية في النادي عادة؟ لا لا لا، إذا كان النادي متخذ ضده قرار، من اللي دافع عنه؟ يعني أنا في واحد من اللاعبين الموسم الماضي صدر ضده قرار لأنه تأخر في النزول للتسخين بسبب أنه أصيب، فأثناء على التسخين أصيب، جاء النادي طلع عليه قرار خصم أنك انت أخرتها لسبب ما أو آخر. الإدارة القانونية ترافعت عن اللاعب وكسب القضية. ترافعت وين؟ ترافعت عنه، رفعت للجنة. لجنة الاحتراف؟ لجنة الاحتراف، لانه طبعا اعترضت على خطاب الخصم. وفي لعيبه ممكن يوصلون لجنه الاحتراف يعني اذا صدم مع اداره نادي؟ إيه، لانه الخصم لما يصدر يرفع للجنه الاحتراف على اساس انه تقرر الخصم على اللاعب. فهنا احنا اعترضنا على القرار وارسلنا لجنه الاحتراف. هذا ما يسبب مشكله بين اللاعب واداره نادي؟ هذا حق، ليش يزعل؟ يعني انا عارف، لا انا اتكلم إذا أنت على العلاقه الدارجه عندنا في بين اللاعب والاداره، انك انت اشتكيت ناديك. لا شوف، اذا انت بتحول الموضوع من مهني الى 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 شخصي، هنا يختلف الامر. هو الموضوع اصلا شخصي يعني. لا، العلاقه الناس فاهمه دائما يعني دائما لاعب النادي العلاقه معه شخصيه اكثر ما هي مهنيه. الجمهور ينظر لك كذا، الاعلام ينظر لك كذا، ادارات الانديه تنظر لك كذا. مو بصحيح. أنت الآن بينك وبين اللاعب عقد،
اللي يربطني بينه وبين النادي الآن العقد هذا وش موجود فيه، هو اللي يربطني بيني وبين الخصميات. هذه ممكن تكون أرقام عالية شهريا، ممكن يعني ممكن هذا اللاعب ما أبغى أعرف مين، بس هذا اللاعب كم كان قيمة الخصم؟ الخصم أعتقد والله على أنها 20% و30%. كم المبلغ تقريبا؟ تتكلم على لاعب راتبه 150,000 تشيل منه تقريبا حوالي 70,000 60,000. ليش؟ يعني ما في سبب مقنع أنك تخصم.